لمناقشه اذا تداعيات الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي. ينضم الينا من فيينا كبير مفتشي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه سابقا الدكتور يسري ابو شادي. كيف رايت انسحاب ترامب؟ والله انسحاب من شخصيه مش قادر يعني اقول غير ناضجه. يعني الناس اللي قعدت 12 سنه بتتفاوض في موضوع ايران، الرئيس الامريكي السابق اللي قعد فترة طويلة بيتفاوض نقطة نقطة وإلخ يعني، والست دول وصلت لاتفاق مع إيران، كل ده بيروح كده ببساطة بخيالات من عنده. يا ريت كان في الخطاب بتاعه قال كلام محدد. يعني الحجة الوحيدة اللي خدها شوية المعلومات اللي قالها نتنياهو اللي الكل رد عليها وقال إنها معلومات كلها قديمة ومستهلكة وانتهت من سنوات طويلة. انت يعني ايه الحكمة اللي انت بتقولها؟ هو قال وجهات نظره طبعا، يعني كل واحد بيقول وجهة نظره، لكن انا بقول الحاجة المهمة جدا اللي حصلت النهاردة ان دولة كبرى لم تلتزم بتعهداتها ولا اتفاقياتها، وده هيأثر تأثير بالغ على كل حاجه مستقبليه. هو عمال يلمح النهارده بان في نورث كوريا والى اخره، انت متخيل ان نورث كوريا هتثق فيك ولا هي وثقت فيك في السنين اللي فاتت؟ انت كده بتقدم مثل سيء للغايه لدوله كبرى مش مفروض انها تقع. لكن هو قال دكتور، هو قال بانه انا كل ما سافعله الان هو الوفاء بالوعود التي قطعتها امام الشعب الامريكي، وهو ما يفعله الان على كل حال. دكتور، هل يؤثر الانسحاب الامريكي عليها؟ الاول انا شايف في خلط كتير في الاوراق. الاتفاقيه دي اتفاقيه في المجال النووي، وبالتالي يجب ما اخلطهاش بصواريخ باليستية ولا الاسلوب الايراني في منطقة الشرق الاوسط ولا التسليح ولا اي حاجة تانية ولا الارهاب. اتفاقية متعظمة جدا، دولة نموها في المجال النووي بيتعاظم بشدة، وكانت بتقترب بشدة جدا من الحاجز الاسلحة النووية، كان لو هي عايزة بتقترب. وبالتالي الخمسة زائد واحد دول مش عاملينها هدية لإيران، عاملينها عشان كانوا شايفين إن إيران بتتجه بإمكانيات كبيرة وتعمل جايز جدا مثل بتاع كوريا الشمالية وتبقى دولة نووية أخرى في الشرق الأوسط. فإذا كل حاجة لها ثمنها، العالم لازم يشوف كويس قوي إن هذه الاتفاقية معمولة أساسا عشان تحدد وتخلي البرنامج النووي الايراني تحت الميكروسكوب. والوكاله الدوليه للطاقه الذريه بتقوم بالتفتيش باقصى درجات، يعني مش هتخيل يا حضرتك، انا بتكلم على النهارده الوكاله عملت قسم كامل فيه اكتر من 100 مفتش، جزء كبير منهم متواجد 24 ساعه في ايران بيعملوا تفتيش مفاجئ في كل حته. الامريكان زعلانين النهارده عشان الوكاله ما بتروحش اماكن عسكريه. طب وهو الاماكن العسكريه دي انا بروحها للفسحه يعني ولا للفرجه؟ ولا في دوله في العالم بتقبل ان بيجي اي واحد يفتش عليها في الاماكن العسكريه الا لو عندك سبب؟ انتوا امريكان ما قدمتوش للوكاله ولا سبب واحد يخلي الوكاله تقول انا عايز افتش الاماكن العسكريه. اذا كل الكلام ده حضرتك بتسالي بقى سؤال، انسحاب الامريكي هيؤدي الى ايه؟ طبعا اتمنى الاول انه الحكومه والسلطه الايرانيه انها ما تخشش في رد فعل سريع وعنيف، وانها تنسحب مثلا من الاتفاق ده، لان هو هي قالت انها ملتزمه ومستمره بهذا الاتفاق على كل حال دكتور. ولكن واحنا سمعنا الرئيس قال بضعه اسابيع، ولو ما يعني الاتفاقيه دي مش هتكمل يبقى لينا اجراءات تانية. ده اللي عايزين نوصله للعالم كله، هو ده في الصالح. يعني النهارده ايران تنسحب من هذه الاتفاقيه، ويمكن تنسحب كمان من اتفاقيه منع الانتشار النووي، وتتجه في التخصيب باقصى قمتها، مش بس 20% ده ممكن 90%. هو ده اللي احنا عايزينه. اليك الدكتور يسري من جديد الى فيينا. تحدثت في بدايه النقاش عن نقطه مهمه، لا يحق لامريكا ان تنسحب اصلا، هو اتفاق دولي صدق عليه مجلس الامن. من يحاسب هنا الولايات المتحده التي تنسحب من اتفاقيه باريس للمناخ، من اتفاقيه التجاره الحره، وايضا اليوم تنسحب من الاتفاق النووي الايراني؟ من يحاسب هذه الدوله؟
والله يبدو يعني ان رؤساء هذه الدوله بيعتقدوا ان هم فوق القانون و يعني يقدروا يعملوا اي حاجه، يعني في منتهى الغرابه يعني الحقيقه ترامب عشان مجرد اثناء الانتخابات وادى بعض الوعود هو ده السبب اللي بيقول لا انا ملتزم بكلامي، انا قلت القدس هتبقى السفاره فيها نفذها، قال انا هلغي الاتفاق اهو النهارده بينفذه. مين اللي بيحاسب الدول دي؟ الشعوب، الشعوب العالم بقى هي اللي تحاسبها. تشوف بالظبط كده مدى صدق دولة كبيرة زي دي لما يكون رئيسها ما بيحترمش أي عقود ولا بيحترم يعني أي اتفاقيات عملها وما بيلتزمش بيها. فأنا أعتقد إن هو خطأ كبير من الجانب الأمريكي، الرئيس الأمريكي، والنهاردة في كتير جدا من الأمريكان عكس ما البعض بيتكلم، لا ده في كتير، الأغلبية العظمى من الشعب الأمريكي مش موافق على مش بس التصرف ده، ده تقريبا أغلب التصرفات اللي بيعملها الرئيس الأمريكي. أنا بعتقد أن بعض الأشقاء في الدول العربية يبدو أن هم مجرد من أن هم زعلانين من إيران، وجايز يكون معهم حق، وإيران جايز بتتدخل، لكن أنا لازم أفصل بين الاتفاق النووي ده وبين التدخلات والأخطاء الأخرى اللي جايز هم شايفينها. النووي، الاتفاق النووي حماية لدول الخليج بصورة خاصة، يعني هم أكتر ناس لهم يعني مصلحة والعالم كله له مصلحة. أنا مش عايز أخلق دولة، أنا عايز أضمن للعالم إن عندي دولة عندها قدرات كبيرة تقدر تصنع قنبلة ذرية في شهور قليلة. بقول لا دي الدولة دي ملتزمة. معايير يا دكتور، حتى بهذا الموضوع يعني من سنين عديدة الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على قرار طرحته مصر حينها يطالب إسرائيل بالتخلي عن الترسانة النووية، ولكن إسرائيل حتى الآن ترفض الاعتراف بهذا الموضوع، وهناك تكتم شديد. يعني تقول أمريكا أنها ضد أي سباق في تسلح نووي في المنطقة، ولكن إسرائيل يحق لها أن عن أي عواقب وخيمة يتحدث الروس. هل نحن أمام اندلاع حرب في المنطقة، مواجهة؟ هو الحقيقة ترامب استخدم الكلمة في خطابه النهاردة، وهي دي الكلمة اللي أعتقد ممكن تؤثر كثيرا في الموقف الإيراني. الكلمة بيقول إن العقوبات دي مش بس أمريكا عاملاها على إيران، ده أي حد هيتعامل مع إيران ويخالف أي العقوبات دي فهو هيتعاقب زيه زي إيران. الكلام ده طبعا مش هقدر أقول إنه كلام ملوش وزنه، لأنه ده كلام مهم برضه، لأن فعلا هيخلي بعض الشركات وبعض البلاد هتحجم عن التعامل فعلا، وهتطبق العقوبات على إيران زي ما أمريكا هي اللي عايزة. وبالتالي النهاردة لو فعلا توسع نظام العقوبات ده على إيران يبقى كده ده مخالفة تامة للاتفاق. صحيح الدول الأوروبية لحد دلوقتي كل تصريحاتهم إيجابية وهم عايزين يكملوا، بس هل هيقدروا يتصدوا للعقوبات الاقتصادية اللي مفروضة على إيران؟ هل هيقدروا يعوضوا الأمريكان في موضوع العقوبات؟